مرحب بحضراتكم، وما زلنا بنتابع معكم انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من داخل غرفة العمليات الخاصة بوزارة التنمية المحلية، والتي تتابع لحظة بلحظة سير العملية الانتخابية في جميع المحافظات 13 محافظة التي يتم فيها جولة الإعادة. لمزيد من التفاصيل حول ما يجرى داخل غرفة العمليات، يسعدني أن ينضم إلي دكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية. أنا برحب بحضرتك في البداية يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وبأهلنا في محافظات مصر كلها. أهلا بيكم في غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية. دكتور، لو تحدثنا عن متابعة حضراتكم طبعا في جميع المحافظات واللجان والدوائر اللي بيقام فيها الإعادة، يعني كيف تصير العملية الانتخابية في يومها الثاني؟ خليني أقول لحضرتك، من صباح اليوم اللجان فتحت في المعدلات الطبيعية بتاعتها، وكان سير العملية منتظم. صباح اليوم يعني كان موجود معنا هنا في وأدار غرفة العمليات مع الوزير اللواء محمود شعراء وزير التنمية المحلية. حصل تواصل مع المحافظات المصرية 13 اللي بتقوم فيها جولة الإعادة للمرحلة الأولى. أكد سيادته في المحافظات على استمرار الإجراءات الوقائية والاحترازية والعمل بها، وكمان التأكيد على فترة الراحة إن شاء الله، وده ما تم بالفعل من خلال متابعة زملائي في الغرفة للمحافظات، إنه تم بالفعل إجراء لعملية التطهير والتعقيم للمقرات، رفع أي مخلفات، تمركز سيارات الصرف الصحي وشركات المياه، وخاصة في المحافظات اللي فيها أمطار، بحيث يتم على طول رفع أي تراكمات لأي أمطار حول المقر الانتخابية. التأكيد على التعاون التام مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والوزارات المعنية بكل الخدمات اللوجستية فيما يتعلق بأن احنا العملية الانتخابية تمر بسلاسة ومناخ صحي آمن. كذلك الأمر يعني ما تم رصده من خلال غرفة العمليات، هنلاقي أن صباح اليوم النهارده يعني محافظة أسوان مركز إدفو رصد انه اكبر معمرة الحاجة فاطمة عيسى 111 سنة قامت بها الانتخاب على كرسي متحرك، وبعديها بساعة الحاجة بدور حسن 105 سنة في نفس الدائرة وفي نفس اللجنة، والسيد المستشار رئيس اللجنة نزل لهم وأدوا بصوتهم على كرسي متحرك. كذلك الأمر عصر اليوم برضو في على مستوى محافظة الفيوم الحاجة محمد 97 سنة مدرسة سنهور مركز سنورس، والحاجة مسيد 99 سنة قرية الحمولي مركز إبشواي يوسف الصديق. طبعا ده في حد ذاته نموذج رائع للمرأة المصرية وقدوة رائعة. أكد مع الوزير اللواء شعراوي أنه كمان كل اللجان من بعد 5 مساء بتبتدي، وخاصة في اليوم الثاني بيحصل فيه تزاحم لعمليات الإدلاء بالتصويت. أكد مع المحافظات على تحقيق التباعد الاجتماعي وتوفير الساحات اللازمة للمواطنين، كذلك الأمر المظلات اللي تحميهم لو في أمطار، والجزئية المتعلقة بتيسير كافة التسهيلات من كراسي متحركة، من مواد معقمة، من كمامات لأهلنا من كبار السن وذوي القدرات الخاصة. بالتأكيد يعني بيكون هناك لمسات إنسانية في العملية الانتخابية، ودائما اعتدنا على رؤيتها. لو تحدثنا يا فندم عن الإقبال. هو طبعا يعني في إقبال خاصة من المرأة المصرية ومن الشباب، ده لوحظ صباح اليوم، وفي بعد الساعة 4 بدأت العملية يبتدي يبقى في إقبال على اللجان بمعدلات أكبر من صباح اليوم. أشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. أهلا وسهلا بحضراتكم. يعني هذا كان لقائنا مع دكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية. تحدثنا عن التفاصيل منذ الصباح وحتى هذه اللحظة، وبالتأكيد في تمام الساعة 9 مساء ستغلق اللجان ويتم عملية الفرز بداخلها، ثم التوجه للجنة العامة، وننتظر بالتأكيد النتيجة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.